اهلا بيكم من جديد. دلوقتي جه ميعادنا نعرف مع بعض ايه التغيرات اللي هتحصل في الارصاد النهارده. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده يكون الطقس مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون معتدل على السواحل الشماليه وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على كافه الانحاء، والنهارده في شبوره مائيه الصبح على الطرق السريعه المؤديه من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. كمان في فرص امطار خفيفه على السواحل الشماليه وحلايب وشلاتين. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك دكتوره منى، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره منار. خلينا نقول النهارده الجو هيكون عامل ازاي؟ هو طبعا احنا اليوم هنشهد استقرار الاحوال الجويه، اجواء صيفيه مع ارتفاع طفيف في درجات الحراره ان احنا بنشهد ارتفاع طفيف في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس. الاجواء بتكون اجواء مائله للحراره على اغلب المناطق الشماليه، سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، ايضا القاهره الكبرى وشمال الصعيد. اجواء حاره على جنوب الصعيد طبعا خلال فترات النهار، لكن فور دخول ساعات الليل وغياب اشعه الشمس درجات الحراره بتنخفض بشكل ملحوظ. الفرق بين فتره النهار وفتره الليل بيوصل ل 10 و12 درجه مئويه في بعض الاماكن، واجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه خاصه خلال ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر. ايضا بيستمر اليوم تكون الشبوره المائيه في ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر على اغلب الطرق الزراعيه السريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. مهم جدا قائدي المركبات المسافرين على الطرق ياخدوا بالهم من تكون الشبوره المائيه خاصه في الصباح الباكر، بالاضافه كمان ان اليوم هيكون فيه فرص لسقوط الامطار الخفيفه الغير مؤثره تماما على بعض المناطق. اجمالا نقدر نقول دكتوره مرار ان شاء الله الجو هيكون مستقر ودرجات الحراره مش هتخرج عن اللي احنا متوقعينه او اللي الهيئه العامه للارصاد الجويه قالته في الفتره اللي فاتت. كل الشكر ليكي الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. وخلينا دلوقتي مشاهدينا نتابع معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده من قبل هيئه الارصاد الجويه. القاهره العظمى فيها 26 والصغرى 16، العاصمه الاداريه 26-15، الاسكندريه 24-15، العالمين الجديده 25-15، مطروح 24-14، دمياط 25-15، بورسعيد 24-18، والإسماعيلية 27-16. السويس العظمى فيها 26 والصغرى 18، العريش 24-17، كاترين العظمى فيها 20 والصغرى 8، طابة 26-15، حلايب 27-21، شلاتين 30-22، شرم الشيخ 29-20، والغردقة 28-19. الفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 15، بني سويف 27-14، الوادي الجديد 30-13، أسيوط 27-12، سوهاج 29-14، قنا 31-16، الأقصر 32-17، أما أسوان العظمى فيها 32 والصغرى 17. نرجع على طول دلوقتي لهدير والمصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا يا شباب. شكرا.